نقل اليوم الأحد نعش الملكة إليزابيث الثانية من منزلها في رحلة استغرقت 6 ساعات، حيث أثار نبأ وفاتها حزنا عميقا وإشادات حارة في بريطانيا وجميع أنحاء العالم. ووضع نعش إليزابيث في حدود الساعة 9 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم مصحوبا بابنة الملكة الأميرة آن. هذا وستقام الجنازة في كنيسة وستمنستر يوم الاثنين في لندن، الذي سيكون عطلة رسمية في بريطانيا بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.